بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن الأصل الأول، السؤال الأول الذي تسأل عنه في قبرك، من ربك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. Biz hazır degen birinci negiz boyunca söz kıldık. Bu degen sen kabırda tutura turgan bir sen Rabbim degen soruğa şu bayandamasın. Naam. Ma huwa as-su'al ath-thani tus'al anhu fi al-qabr? Emi kabırda tutura turgan sen ikinci soruğun kaysa? Ma dinuk? Dinin kaysa? Ma bi maza tujib? Emne de cevap verirsin? قلنا لابد تتعلم الآن هنا الإجابة وتعمل بها وتدعو إليها حتى تجيب بإذن الله في القبر. يمي بغاتين أيت قنديلة بول سروغا جواب تدعين بس أنا بريشنا يرنش كريك أنا ما باش أغا جرشة عمل وش كريك جنا أغا باش باش قبر يرد وشوا دعوت وش كريك جنا صبر وش كريك وشوا سروغا جواب بريش. تقول الإسلام ديني. سين أيت أصلا من إسلام من الدينم ده. يسألك إنسان في الطريق يسألك يقول أنت مسلم. Yoldan bir adam senden sorar mı? Sen Müslümansın mı diye sorarsın. تقول نعم انا مسلم. Sen aytasın o ben Müslüman. عندي بطاقة شخصية مكتوب في البطاقة الشخصية مسلم. Minde misal bir şunday bir dokument var. Oşonda degen Müslüman deyip yazıp turat deyip. ما هو الإسلام؟ Yani İslam degen emne? يقول لا أدري. Men bilmeyim deyip turat. ما الفرق بينك وبين الكافر إذا كنت لا تدري ما هو الإسلام؟ Yani sen benim kafirin ayırmasın emne? Eğer sen İslam iken bilmesin. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد أن تسلم لله وتفرد الله بأنواع التوحيد الثلاثة ولا تجعل شريكا مع الله في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. يعني إسلام دين إمّا دين إسلام دين بول توحيدين ثلاث ترند الله تعالى ربوبياتنا ولوهياتنا اسم صفاتنا الله تعالى جالس ده بوشوا موين سنو جنا الله تعالى هيش بير نسيسند ربوبياتنا دا ولوهياتنا اسم صفاتنا دا هيش بير شريك قلبه. نعم لا يمكن أن لأحد أن يكون شريكا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. هيش كم الله تعالى شريك بلوبت. الثاني في الإسلام المسلم لابد ينقاد، المسلم لابد يعمل. جاء وقت الصلاة مسلم لابد أن تصلي، لا تقول أنا حر أصلي أو لا أصلي. عندما تقول أنا حر أنت عبد بهذا عند الشيطان. أربع مسلمان دين جلو خندى وشكر جاشوس. مثلاً نماذج موقت سير عند البليت منا بموين سنة تاعا منا من أزر نماذج أقيم ده بموين سنوش كريك. أز أولم مشكريك من أزر نماذج أقيم بو أقيم بو ده دمك بولين عند أولم سو بول شيطانا إبرات كلا. المسلم يبرأ من الشرك وأهله، يتميز عن المشركين، لابد أن يتميز عنهم. نعم. يعني مسلمان هذا سوستوس مشركين باشتر تشكلك، واللهن عالص بوشكلك. يسلم لله بنوع التوحيد الثلاثة وينقاد ويتبرأ من المشركين. دمك إسلام دينه دينه بريشدين الله تعالى توحيدن ثلاث ترند أغا موينسنات، أنعين أغا باشيت جنا مشركين باشتر تشكلك.